خليني نرحب برشا بضيفي السيد نزار عياد المحامي. مرحبا بك سيدي. بارك الله. انت بحذنا اليوم للرد على بعض ما قالته سيام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اللي كانت ضيفتنا ولت البارح. شنو ردكم وشنو النقطة اللي تحبوا انتم تتحدثوا فيها بالضبط سيدك؟ والله اللي ألمنا في المداخلة متاع السيدة سيام بن سدرين ما هوش التهديد بالالتجاء إلى القضاء لأنه هذا حق، إنما اللي ألمنا هو وصفنا بأوصاف لا تليق. استعملت كلمة البانديتيزم لمجرد حديثنا. قالت بعض رجال القانون الذين يتصرفون مثل الباندية. لا، أشارت بصفة صريحة شخصي. كما قلت لك معناها الوصف هذا حز في نفسي، سيما وأني ما عملت إلا عبرت على شبهة فساد في هيئة الحقيقة والكرامة. وفي البرنامج التلفزي اللي أشارت له هي ذكرت أمثلة بسيطة من أمثلة عديدة ومتعددة. نجم اليوم على سبيل الذكر للحصر نذكركم ب يوم الحقيقة اللي كانت نظمته هيئة الحقيقة والكرامة يوم 23 مارس 2015 اللي هو في الحقيقة يوم عبث. كرات قصر المؤتمرات نظمت فيه ما يسمى بيوم الحقيقة. عدد الحضور كان تقريبا لا يتعدى 50 شخص. جابت لهم لرابور، عملت مزية على مصالح وزارة الداخلية اللي جات لمتهم من بعد وعدتهم على الزطلة. 50,000 دينار صرفت في هذا اليوم، جابت 50 شخص، 50 ضيف بمعدل مليون على كل على كل ضيف. 50,000 دينار من مش من الأموال حقها انها تنظم، مش من حقها انها تنظم، معناها مش من حقها تبدد المال العام. ومش من حقها تنظم. علاش اعتبرته تبديد للمال العام؟ مش من حقها تنظم اي تنظيم فيه اموال عموميه بدون اخذ راي المجلس نتاعها. مانيش نحكي على جهه اجنبيه. المجلس نتاعها شكون قالك اللي هما في بالهم؟ انا نقول لك اللي المجلس هذايا ما في بالوش وتاخذ في قراراتها بدون الرجوع الى مجلس. في هذه النقطه بالذات سينيزار وانت استاذ وانت محامي، هي قالت فيما يخص شبهة الفساد، لأني طرحت السؤال عليها وتحدثت عليه، قالت فما حتى مشكل، احنا اللي عنا الفلوس اللي عنا والمقتنيات اللي خذيناها كرهب ولا غيره تقول انها من حقنا. اذا كان فما شبهة فساد علينا ما يسالش، اللي يحب يجي يعمل له دي اوراقنا معناها فيما يخص التصرف نتاعنا في المال نتاع الهيئة موجودة، واللي يحب يجي يشوف يشوف، واللي عنده علينا شبهة على انه احنا نقوم بالفساد بالمال العام وغيره ما يسالش يقدم الاثباتات ومش مشكل. شوف انت هنا ربما دفعتني باش نتكلم على موضوع ثاني كنت ناوي نتكلم عليه لاحقا اللي هو بعض الفصول الغريبة في قانون العدالة الانتقالية. هذا نحب نرجع له من بعد. أما نحب نواصل في مثال ثاني إذا كان تسمح لشبهة الفساد المالي اللي في الحقيقة ما هوش غريب عن هذه السيدة. أنا ما حبيتش تكون الموضوع شخصي بيني وبينها لكن يبدو أنها مصرة على ذلك. نحب أشير إلى موضوع آخر يتعلق ب شركة كلمة برودكسيون اللي كانت مملوكة لسيدة سيهام بن سدرين. اليوم هذه الشركة مدينة للبنك الوطني الفلاحي اللي هو بنك عام يمول من المال العام. مليار و117 مليون، كلتهم في 8 شهور، ما خلصتش صحفيين، وانتم تعرفوا إضرابات الجوع والاعتصامات نتاع الصحفيين اللي ما خلصوش. مليار و170 من المال العام بدون اي ضمان. تنجم تقول لي من حقها باش تاخذ قرض من عند البنك الوطني الفلاحي، ما هوش قرض، سي ان ديباسمون. بصفتها كمالكه لهذه الشركه، مالكه لهذه الشركه. اليوم الملف هذا في الكونتونسيو نتاع البي ان ا. البنكة وهنا ماذا بيا لو كان البنكة تفسر لنا كيفاش سيبت شركه حديثه، ماهيش شركه عندها سنوات في النجاح وفي رقم أعمال كبير، شركة مزالت كي تبعثت. مليار و117 في الروج. في الأحمر
بدون أي ضمان. هذا في علاقة بها هي كمالكة لهذه الشركة. المرأة هذه اللي في علاقة عليها بها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة في بالفعل. أكثر من ملف في السابق. هل يمكن أن نتمايل على المال العام في هيئة الحقيقة والكرامة بنديها؟ هذا تقريبا السؤال اللي اليوم انت مقدم قضيه امام القضاء، نشر قضيه امام القضاء موضوع انطلق بهذه القضيه. اي اكزاكتومون انطلق بهذه القضيه. عطينا فكره على هذه كانت القضيه. كانت هيئه الحقيقه والكرامه يوم 14 اوت 2015 نظمت ندوه حول مشروع المصالحه في المجال الاقتصادي والمالي، وفي عوض استدعى له خبراء في الاقتصاد والمال، استدعت ما يسمى بالمدون المدعو عزيز عمامي. خذ الكلمة لفترة تقريبا 15 دقيقة وهدد حرفيا بحرق مجلس نواب الشعب في صورة أنه يتعدى قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. يقول حرفيا، باش نعطيكم معلومة، يعني الراجل واثق من روحه، يقول حرفيا باش نعطيكم معلومة، لو كان يتعدى القانون هذا مجلس نواب الشعب نحرقوه، ثم يقسم بالله اللي هو ما هوش يفضلك. في المقابل كاميرا تصور سيدة سيام بن سدرين رئيسة الجلسة ورئيسة الهيئة تتبسم له، وقت تبسمت له يعني وكأنها أعطته الضوء الأخضر باش يواصل في الجريمة، يرتكب جريمة ثانية اللي هي الإشادة بتنظيم إرهابي. عندنا قانون 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يقول في فصله 31: الإشادة بتنظيم إرهابي أو بنشاطه أو بآرائه يعتبر جريمة إرهابية. جريمة إرهابية إذن حسب قانون الإرهاب في مكان عمومي يمول من المال العام. نجم تقول لي السيدة سيام بن سدرين ما ذنبها، نجم نغفر لها الابتسامة، لكن الأمر موقفش عند الابتسامة. أولا الساعة عندنا توفير منبر لهذا الشخص اللي ما عنده حتى علاقة بالمجال الاقتصادي والمالي، ليس خبير في الاقتصاد، ليس له شهادة علمية في الاقتصاد والمالية، لم يشتغل في مؤسسات مالية ومصرفية، لا يترأس جمعيات من المجتمع المدني تهتم بالشأن الاقتصادي والمالي، إذن وجوده لتهديد الشعب عبر مؤسساته المنتخبة ديمقراطيا. تقول لي أنت هو مسؤول على كلامه، كان من المفروض أن تسحب منه الكلمة، كان من المفروض أن تعترض على كلامه، كان من المفروض أن تحمل المسؤولية الفردية على كلامه. خيرت الابتسامة، لنتجاوز هذه الابتسامة. هل يعقل وأن الموقع على شبكة التواصل الاجتماعي لهيئة الحقيقة والكرامة اللي هي هيئة وطنية مكلفة بمرفق عام، هل يعقل وأنها تنشر هذا التهديد بحرق مجلس نواب الشعب وبإشادة بتنظيم إرهابي هدد الأمن القومي لمدة حوالي أسبوع، وما كانت تنحيه هذا التهديد وهذه المداخلة متاع عزيز عمامي من الموقع إلا بعد ما قررت النيابة العمومية إحالة الملف على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث. هذاك علاش أنت قمت بقضية اعتبرنا في شأنها؟ أقول اعتبرنا يعني أنا كمحامي في الأخر، لكن الأمر انطلق بحوالي 15 نائب من نواب المجلس، الحق بهم عدد كبير من النواب الاخرين ومن اكثر من كتله نيابيه من اكثر من حزب، واعتبرنا انه ما تم ارتكابه في هالندوه هذه يدخل تحت طائله قانون 7 اوت 2015. واضح جدا. شكرا لك استاذ، انت كنت حاضر معنا اليوم للرد على تصريحات سيده سهام بن سدرين، واحنا ما كناك من الحق هذايا. نشكرك برشا.